مستحي اطلع قدام الكاميرا عشان السحبه السابقه. بس والله الظروف اللي تابع على السناب اتوقع عرف السالفه كامله، وحتى على الانستغرام ستوريز شفتوا ليش ما كنت اصور سابقا. مكان جديد، صوت جديد، يعني ممكن الصلاه للان مو كويس، فلاش جديد، اضاءه كل شيء يختلف. خلينا نرجع نسوي سوالف سميث. السلام عليكم جعفر، حلقه جديده من سوالف سميث. خلينا نتكلم عن اخر الاشياء اللي صايره في عالم الـ NBA. اوكي، اكيد اشياء كثيره جدا جدا صارت في اخر 3 اسابيع، اتوقع 3 اسابيع من اخر فيديو نزلته. فاحداث كثيره جدا جدا صارت في عالم الـ NBA، سواء نتائج مباريات سواء اخبار ثانيه. ما اقدر اكيد اتكلم عن كل شيء اليوم او اتكلم عن شيء صاير قبل اسبوعين او 3 اسابيع، لكن مع الايام الجايه كذا ولين ما نوصل الى مرحله البلاي اوفز اللي باقي عليها اقل من 3 اسابيع تقريبا، اقل من 3 اسابيع على البلاي اوفز، نرجع نسوي سوالف اكثر سوالف اكثر لما نبدا البلاي اوفز، ونبدا بلاي اوفز بالتحليل بردات الفعل بكل شيء بحلاوه البلاي اوفز ان شاء الله. اليوم ابغى اتكلم عن كم نقطه، منها الليكرز، منها النتس، منها الكليبرز، ترتيب في الغرب وكذا، ونكمل الايام الجايه بقيه المواضيع. اكيد راح نبدا بلوس انجلوس ليكرز، الفريق اللي الان لما اسجل انا الحلقه توه خسران من واشنطن ويزرد في ارض واشنطن، فارق اتوقع 14 او 16 نقطه. شفنا ان الليكرز اخر كم مباراه رجع انتوني ديفيس ولعب which is good، خصوصا اخر مباراتين مستواه تطور اكثر. اليوم في المباراه اللي لعبها ضد واشنطن مستواه افضل، خصوصا في الربع الاخير، فبدا اللاعب شويه يرجع. قبل لا ندخل في ايش في الليكرز، السؤال عن ليبرون جيمس. الى الان ما ندري متى راح يرجع ليبرون جيمس، ما في اي يعني تحديث. شفنا هو حاط فيديو انه رجع يتمرن يجري كذا، لكن ما شفنا رجع انه تمرن 5 ضد 5 او 3 ضد 3 او تمرن مع الفريق كامل وكذا. الى الان ما شفنا هذا الشيء. ممكن الرجعه صارت اقرب واقرب، خصوصا بنرجع او بنجي للبلاي اوفز، فاكيد العوده راح تكون اقرب واقرب. الليكرز والان هم في الترتيب الخامس، فارق ممكن 4 او 5 مباريات عن فريق دنفر نيجز. فهل ترتيب الليكرز، الشيء اللي ابغى اتكلم عنه، هل ترتيب الليكرز الان يعني مقلق، او ايش الشيء المقلق في الليكرز؟ من جهه الترتيب في الغرب وترتيب الليكرز، لكن الشيء المقلق عندي في الليكرز في بعض الامور اللي قمنا نشوفها. نعرف اذا رجع ليبرون جيمس والان بعد ما رجع ديفيس ممكن كثير امور بتتغير، ممكن حتى انك تحكم عن فريق واداء الفريق وحتى الصفقات اللي عملوها الفريق. اخر شيء لما جابوا دراموند ولما جابوا ماكلامور تقول اوكي كيف نقدر نحكم وما في قطعه اساسيه اللي هي ليبرون جيمس، وهذا شيء صحيح جدا، لكن نقدر نشوف مثلا بعض الامور من بعض اللاعبين وايش ممكن يسوي. مثلا شخصيا انا اشوف، انا تكلمت عنها من قبل، اندري دراموند انا شخصيا ما يعجبني. بعض المباريات تسوي اشياء جيده، وكثير من المباريات اشوف مثلا ما يسوي الشيء الممتاز جدا يعني، وهذا راي شخصي انا من قبل لانه ما احب اللاعب. بينما الان مع الليكرز اوكي قاعد يؤدي اشياء جيده، ماكلامور يعطيك ثلاثيات لكن هي ستريكي، يعني يوم يعطيك 4 من 6 ثلاثيات ويوم يعطيك 1 من 9. هذول اللاعبين كذا اللي ممكن نقدر نتكلم عنهم، لكن الشيء المقلق في الليكرز واللي اكثر مره صار هذا الموسم سواء بوجود ليبرون جيمس او حتى في كثير المباريات الاخيره اللي بدون ليبرون وديفيس، ان الفريق اما انه يتقدم وبعدين يخسر فارق كبير يعني وينعمل عليه رن او يخسر المباراه في نهايتها، وهذا الشيء سلبي جدا على الفريق وعلى معنويات الفريق وكل شيء في الفريق، وتعطي منتاليتي للفرق اللي تلعب ضدك انه هذا الفريق نقدر نسوي يعني مهما تقدم علينا نقدر نرجع عليه، لان شفنا فرق ثانيه سوتها كثير وكثير. وهذا الشيء يجيبني للنقطه الثانيه اللي هي داخله كانها في النقطه الاولى، ان الليكرز في كثير من الفترات او بعض الفترات في كثير من المباريات انه زي اللي يفقد تركيزه في بعض الفترات ويمر في فتره فراغ، فتره عدم تركيز، فتره عك كروي غير طبيعي من هذا الفريق، انه لا تسجيل لا دفاع لا شيء، وياخذ الفريق الثاني فارق كبير جدا، وبعدين اما انه عمل عليك الرن واخذ التقدم اللي انت سويته، او انه يعمل عليك تقدم كبير جدا. هذا الشيء سلبي جدا في افتقاد التركيز سواء من اللاعبين واحيانا من المدرب في عدم التدخل ومن كل شيء، يعني ما بلوم بس ان المدرب انه ليش ما طلب تايم اوت كذا، لا يطلب احيانا تايم اوت وتستمر المشكله، احيانا مو بس المدرب، احيانا بعض اللاعبين قرارات بعض اللاعبين القياده اللي تصير في داخل الملعب، هذا شيء ممكن يقل اكثر بكثير جدا لو عندك لاعب مثل ليبرون جيمس، او اذا عندك لاعب اللي تو جو جاي انه اوكي الان هم الفريق الخصم متحمسين وقاعدين يعملوا عليك شيء، تحتاج اللاعب لتعطيه الكره تقول انت سوي شيء، تضمن انه هو يسوي شيء، يعني مثلا عندك جيمس هاردن تعطيه الكره مثلا تقول اوكي ميك سمثينج، الان هذا الفريق متحمس كذا اعطيه جيمس هارد مثلا تضمن بياخذ رميه حره بيسجل ويسوي شيء، بيعمل باص محترم بيسوي شيء. الليكرز لما ما كان ليبرون موجود وفي الفترات اللي بدون ديفيس، وحتى الان لما جاء ديفيس مو دائما هو اللي تعطيه الكره يقول يلا سوي شيء، احنا من نوقف وانت سوي اللي بتقدر عليه، صعبه جدا اذا ما هو موجود ليبرون تسوي هذا الشيء. فهذا الامور اللي مقلقه في الليكرز. مركز الليكرز الرابع او الخامس، فرق 4 مباريات عن الرابع، وعن ترتيب الغرب زي ما تشوفوه ان يوتا جاز الاول، بعدين فينيكس سانس، بعدين الكليبرز. الان فينيكس سانس والكليبرز يلعبوا او قاعدين يلعبوا الان وقت فاني قاعد اسجل الحلقه، فما ادري وش بيصير الترتيب بعد ما يخلصوا مباراتهم، لكن ممكن
قريبين جدا يوتا مع الكليبرز مع فينيكس سانز في المراكز الثلاثه الاولى، وحتى دينفر اللي فارق 4 مباريات عن المركز الاول يعني ما هو بعيد كثير جدا، بينما الليكرز قريب منه بورتلاند وقريب منه دالاس مافريكس من تحت، يعني الليكرز امكانيته او نسبه انه يهبط الى مركز متاخر اكثر من انه يصعد. في البلاي اوفز نعرف ان المركز الرابع يقابل المركز الخامس والافضليه تكون لصاحب المركز الرابع، افضليه الاخر. فالليكرز يعني سواء راح رابع او ظل خامس في الغالب على الوضع الحالي قاعد نشوف انه راح يقابل دينفر مثلا في الدور الاول، اذا راح استبق الامور واتكلم بس في بلاي اوفز يعني. فالليكرز بيقابل بعدين الاول يقابل اللي فوق، الاول يقابل الثامن واللي يفوز منهم يقابل اللي فاز من الرابع والخامس. يعني لو ظل يوتا جاز ممكن ليكرز يقابل يوتا في الدور الثاني لو تأهل الليكرز على دينفر، والثاني والثالث راح يقابلوا بعض في الدور الثاني. فترتيب الجدول في الاقصائيات راح تكون مثيره جدا، هل الكليبرز بيصعد يقابل ليكرز الجوله الثانيه او الليكرز يهبط والكليبرز يصعد والليكرز يقابل الكليبرز في الجوله الاولى. بصير امور كثيره معقده جدا، ممكن في حسبات الليكرز ما يبغاها خصوصا في الجوله الاولى واذا تاخرت عوده ليبرون جيمس لين ما يرجع على رتم المباريات وكذا. الترتيب في الغرب سواء في الترتيب الاولي او حتى في الفرق اللي ممكن تدخل للبلاي ان اللي هم سان انطونيو ممكن كنز من تحت او الجولدن ستيت وكذا، حماس واثاره غير طبيعيه قاعدين نشوفها في القسم الغربي. شيء ثاني ابغى اتكلم عنه على السريع اللي هو بروكلين نتس. بروكلين نتس الان اوف اخذ، اتوقع اخر مره سويت فيديو كان هو في المركز الثاني او الثالث على قسمه، صار المركز الاول تاهل رسميا كاول فريق من القسم الشرقي تاهل رسميا للبلاي اوف، الان هو مع فيلادلفيا تاهلوا رسميا للبلاي اوف. بروكلين نتس لكن كل مره ندخل في نقاش وكذا ان تتوقع هم اللي يفوزوا بالبطوله او كذا، كل مره ندخل في هذا النقاش جوابي واحد انه ترى الفريق المكامل اللي هو يعني بالعناصر الأساسية جيمس هاردن مع كيفن دورانت مع كايري إيرفينغ لعبوا مجموع 7 مباريات مع بعض، بس 7 مباريات تخيل. لا واحدة من المباريات السبع اللي ما بدأ فيها كيفن دورانت لأنه كان على حجر حكرونا، بعدين دخلوه في الربع الثاني، بعدين في الربع الثالث قالوا لا تطلع ما تقدر تكمل المباراة. فتقريبا هذول العناصر الأساسية لعبوا بس 6 مباريات مع بعض. كيف تصنع الكيمستري؟ كيف تصنع الشيء المميز بين هذا الفريق؟ هم بس لعبوا 6 مباريات، صعب إنك تتخيلها، لكن تجي مرة ثانية وتفكر تقول تعال ترى هذول يعني لاعبين خارقين جدا هجومين، كيف بتوقفهم حتى لو اعتمدوا بشكل كبير جدا على الفرديات غير اللاعبين المكملين واللي عندهم كذا. فبروكلين نتس دائما اعيد واقولها صحيح مستوياتهم مميزه جدا، والمشكله انه الان رجع كيفن دورانت غاب جيمس هاردن شويه يسحب عليك كايري ايرفين كذا، فصايرين انك كيف تعرف المنظومه اللي بتلعب والثلاثه الاساسيين ومين غيرهم اللي بيكون معاهم في الوقت الحاسم، سواء بليك جرافين سواء جو هارس سواء جيف جرين جو وغيره من اللاعبين، مين اللي بيكون معاهم وكذا. صعبه تتخيل وتحكم بهذه الامور لان ما قدرت تشوفهم مع بعض. بس في الفترة الأخيرة النتس مستوى مميز جدا، غاب من غاب حضر من حضر، مستوياته مميزة جدا، ملواكي باكس مستوياته مميزة جدا، فيلادلفيا مستوياتهم جميلة جدا. القسم الثاني يعني إبهار جدا جدا مع لأن نزل مستوى شوية يوتا جاز، إلا أن الكليبرز قاعد يقدم مستويات مميزة جدا جدا، فينيكس سانز يقدم مستويات مميزة جدا جدا. الكليبرز كل لاعبين الكليبرز قاعدين يشوتوا افضل نسبه ثلاثيات في تاريخهم، في تاريخ كل لاعب تاخذ من الكليبرز هو قاعد يشوت افضل نسبه ثلاثيات، يعني فريقهم قاعد يحطم ارقام قياسيه في الثلاثيات، وهذا شيء مرعب الى الخصوم ان هذا الفريق اللي عنده دفاع مميز، اللي عنده لاعبين مميزين، اللي عنده لما قلنا تو جو جاي يعني مثلا اعطي الكوره كواي لينارد وتعرف انه بيروح للميد رينج وبيسجلها عليك لما تحتاجه وكذا، ففريقهم صاير مرعب وبيني وبينكم صاير يخوف شوي والله بعد الله يستر. وبس هذه حلقه سوالف اسمه اليوم، ما ابغى اطول اكثر، وقبل ما نختم بعد اعذرونا طبعا يعني يمكن وضع الكاميرا ما هو جيد، الخلفيات كلها فاضيه، اللي وراي الصوت ممكن صدى لان المايك جديد، المكان كبير ولا ضبطنا للان وضع الصوت وكذا، لكن القادم افضل ومستمرين ان شاء الله وما في قطعه يعني اللي بعد البلاي اوفس يعني ممكن، بس الان لا مستمرين. اعطونا رايكم بموضوع الليكرز والنتس واللي قاعد يصير في القسم الغربي بعد، لايك خلينا نعرف ان لسه موجودين متابعين في القناه او لا، كنت تحتاج تنشر الفيديو لان في كثير يمكن سحبوا على القناه بعد ما انا سحبت شوي يعني. بس يعطيكم الف عافيه على المشاهده، كنت معاكم انا جعفر، يلا سلام.